شكرا لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على هذه المبادرة الإنسانية، والشكر العميق بالمبادرة لتأسيس الطبل لتعليم الفروسية، والشكر لدولة الإمارات. شكر جي على لسان بنت عراقية صغيرة لسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بعد ما تعرضت لموقف حزين جدا وفقدت الحصان الوحيد اللي والداها أهداها ليها وهي صغيرة، وخرجت تبكي بحرقة شديدة على السوشيال ميديا على فقده. فيا ترى عمل إيه معاها سمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وخلى ابتسامتها ترجع لها من جديد؟ تابعونا لنهاية الفيديو عشان نحكي لكم عن لقطة إنسانية عظيمة لسمو الشيخ. الحكاية برقت بفيديو لبنت صغيرة اسمها لانيا ظهرت فيه وهي بتبكي بطريقة هستيرية تقطع القلب وهي نايمة فوق صدر حصان ميت اتضح إن حصانها الشخصي. من بعدها بدقايق انتشر الفيديو انتشار كبير على السوشيال ميديا في العراق وكردستان والخليج العربي، تفاعل معاه آلاف الأشخاص بتعليقات حزينة جدا. كومنتس كتير كانت على الفيديو معظمها كان حزين بسبب حدوتة موت الحصان وحزن لانيا الشديد عليه. فقال واحد من الأشخاص المتفاعلين: خسارة شديدة بعد عشرة السنين يموت حيوانك الأليف اللي انت مربيه ومش بتعتبره حيوان، انت بتعتبره صديقك المقرب وفرد من العيلة. بعدها علقت بنت تانية وقالت: والله حاسة بيكي لانيا، اتعرضت لنفس الموقف لما فقدت قطي. الفيديو انتشر انتشار فظيع، وكانت المفاجأة الكبيرة انه وصل لسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اللي تأثر جدا لحزن الطفلة لانيا، وأمر بمنح وإهداء الطفلة العراقية مجموعة خيول بعد موت فرسها، ووجه سموه كمان بدعمها وإنشاء مركز تدريبي خاص بيها. لانيا فاخر بتصنف كأصغر فارسة في إقليم كردستان من مواليد 2015، وحصانها كان هدية من والدها. وقالت الفارسة الصغيرة إن حصانها الوحيد كان مريض في الفترة الأخيرة، إنها حاولت إنها تساعده على قد ما تقدر وكانت بتروح تأكله كل يوم وترعاه، على الرغم من إن طبيبه كان بيوصيها بعدم الاقتراب منه. لانيا قالت انه على الرغم من خسارتها الاغلى صديق عندها فهي مش هتنساه، وانها بتروح عند قبره ومعاها التفاح والسكر، وبتحلم انه يكون عندها مكان خاص لتعليم شباب وبنات كردستان الفروسيه. وجهت الطفله العراقيه الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على مبادره سموه باهدائها مجموعه خيول، واللي لاقت ترحيب وتقدير كبير في العراق واقليم كردستان. اما والد الطفله لانيا فكان عمل مداخله تلفزيونيه وقال فيها: اتقدم بالشكر العميق لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على مبادرته الإنسانية لإرسال هدية هي مجموعة من الخيول لابنتي. الطفلة لانيا فاخر وجهت الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على المبادرة الإنسانية وعلى تأسيس إسطبل لتعليم الفروسية، ووجهت كمان الشكر لدولة الإمارات.